بسم الله. تسمعني استاذ محمد؟ الله يبارك فيك. ما عنديش الاستاذ رفيق، اذا كان ممكن تعمل مقدمه على نفسك الله يبارك فيك، because I didn't have your bio. تفضل. تسمعني استاذ محمد؟ نعم نسمعك جيدا، تفضل. رفيق بسم الله، موجود في كندا. انا استاذ في الطاقه الشمسيه، الطاقه المتجدده، متخصص في الطاقه الشمسيه، وحامل لي MBA في المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ محمد. اولا اود ان اهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال. الشكر موصول كذلك لإناس على كل المجهودات التي تقوم بها، وكما اكد الرئيس التنفيذي استاذ بوزيد في الافتتاحيه، وراه كلش بدون مقابل للنهوض للبلد بالبلد الحبيب. وكما قال الاستاذ محمد، تعتبر مصادر الطاقة من المحرك الرئيسي الاقتصادي العالمي، ولها تأثير كبير على جوانب النشاط المالي والمصرفي، وعندها تأثير كبير في الاستقرار السياسي والاجتماعي بالنظر إلى التمويل التي توفره للتنمية في البلدان التي تعتمد صادراتها على عائدات النفط. ويجب كذلك أن نؤكد على التزايد على الطلب عليها، اللي راح ينعكس سلبا على المردود نتاع الدولة، ويطرح مشاكل الاستنفاذ من ناحية لأنها مصادر تقليدية، ومن ناحية ثانية نلاحظوا التعرض الأسعار لصدمات نتيجة تقلب الأسعار، وخاصة سعر البرميل، مما يشكل ضرر للبلد. وفي هذا الموضوع نطرح دراستنا ونطرح سؤال في خضم هذه الدراسة، وسؤال الوجيه: أين مكانت الطاقة المتجددة، وهل هي حقا معتبرة كبديل للطاقات التقليدية في الجزائر؟ Next slide أستاذ محمد. هنا لازم نتكلم على المخرجات أو الديليفربل، وفي هذه الدراسة رايحين نشوفوا ما حقيقة مصادر الطاقة الشمسية في الجزائر، تعريف المفاهيم المتعلقة بالطاقة الشمسية في بلدنا الجزائر، التعرف على نقاط القوة والضعف في هذا المجال ببلدنا الحبيب، التعرف على آفاق استخدام الطاقة الشمسية وتطبيق مبادئ التنمية، مقارنة بين المغرب العربي وخاصة تونس والمغرب لنرى ما فعلوه في هذا المجال. Next slide أستاذ محمد. تعريف المشاكل أو المشكلة اللي موجودة في هذا المجال. الجزائر تعتبر من أفضل حقول الطاقة الشمسية في العالم إلى جانب دولة إيران ومنطقة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا نلاحظ الآتي: العمر الافتراضي للطاقات التقليدية حسب الأرقام الدولية تقول بلي راهو المخزون البترول راح ينتهي بحلول سنة 2025، وبالنسبة للغاز راح ينتهي في 2040. الاستثمار في هذا المجال محدود مقارنة بحجم القدرات الطبيعية اللي موجودة في بلدنا الحبيب الجزائر، نقص المؤهلات والمؤهلين في هذا المجال. وهنا نذكر مثلا ليزانستالاتور، الناس اللي يركبوا الطاقة الشمسية. وفيه كذلك نقطة أخرى: رغم وجود قانون يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في هذا المجال، إلا أننا نلاحظ أن هذا الاستثمار يكاد يكون منعدما تماما. Next slide أستاذ محمد. نشوف الفرصة أو الفرص اللي تمنحها الاستثمار أو الاتجاه نحو الطاقة الشمسية. بالنظر للإمكانيات الهائلة، من المتوقع أن تصبح الجزائر قوة اقتصادية عالمية في مجال الطاقة الشمسية في آفاق 2030، في آفاق عام 2030. بصح فيه شروط. إذا كان رجال الأعمال مثلا اقتنعوا فعلا بالاستثمار في هذا المجال، فهناك الكثير منهم الذي له القدرة على الاستثمار في هذا المجال. مواكبة تنفيذ الخطط المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة، الاهتمام بتدريب الموارد البشرية في مجالات الطاقة المتجددة، تنظيم حملات توعية للحفاظ على البيئة، وإذا طلب الأمر نفرض غرامات على الناس وعلى الشركات،
تخلص تدريجيا من الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وهذه وهذا هو لب الموضوع. خلق وظائف دائمة ومؤقتة في الجزائر، ويجب الذكر أن هذه الوظائف جلها راح تكون في الجنوب، واللي لاحظنا فيه بطالة كبيرة. كما تساعد على التنمية في مناطق الجنوب، وخاصة إحياء السياحة الصحراوية. كذلك وجود قوانين تسمح رغم وجود قوانين تسمح للمواطن بتركيب اللوائح الشمسية على سطوح منازلهم، إلا أننا نلاحظ أنه لم يتم إطلاقها أو انطلاقها بعد بالكيفية التي يراد لها. حددت الدولة هدف أو أهداف سنة 2005 آخر سنة 2015 بداية 2016 ب 22 جيجاوات من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، ومع ذلك ولحد هذه الساعة لم يتحقق الكثير، وإذا بقات على هذا الحال لن نصل إلى تلك الأرقام في الوقت المحدد اللي هو 2030. Gap Analysis، تحليل الفجوات والثغرات، كانت الجزائر الأولى والسباقة في التوجيه واستعمال الطاقة الشمسية مقارنة بدول الجوار اللي هي المغرب وتونس، ولكننا لاحظنا اليوم أن العديد من دول الجوار تجاوزتنا في هذا المجال. وهنا نذكر على سبيل المثال مشروع نور اللي موجود بمدينة ورزازات بالمغرب الضخم، واللي هو يعتبر من أحد المشاريع الكبرى في العالم. يوجد في مثلا في تونس أكثر من 50,000 مسكن تونسي مزود بالطاقة النظيفة، سواء كانت شمسية أو حرارية. حرارية هنا معناتها تسخين المياه المستعملة في البيت. أما في الجزائر فهي محدودة أو محصورة في المناطق النائية فقط، ونجم نقول 85 مدرسة على مستوى كامل الوطن. اخترت المغرب من بين أفضل 40 دولة في العالم من حيث مناخ الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهي تحتل المرتبة 27 عالميا والثانية في إفريقيا. لا يزال استغلال الطاقات المتجددة ضعيف، ولا يتجاوز 2% في الجزائر و7% في تونس، بينما في جارتنا المغرب فهو بحدود 25%. الأهداف المعتمدة في الجزائر هي الوصول لإنتاج 15% من الطاقة المستهلكة في 2020، وهنا السؤال يطرح نفسه، هل وصلنا إلى 15% و27% في 2030؟ بالنسبة لتونس 30% مع حلول 2030، أما لجارتنا المغرب فهي 42% لعام 2020 و52% بحلول 2030. وأخيرا كما قال الأستاذ محمد، يا جماعة الخير، هذه المشاريع راهي مشاريعكم، فمن فضلكم انضموا إلى إناس. إخوتي، الوطن ليس فندق يسكن فيها نسكن فيه، بمعنى إذا كنت تسكن في الوطن قدم شوية من وقتك لهذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ رفيق، يعطيك الصحة. ويديدت في الوقت يعني أقل من الوقت اللي حطيناه، بارك الله فيك. شكرا.